هنبدأ أخبار حلقتنا من عند النادي الأهلي اللي أغلق صفحة الخروج من الدوري الأفريقي أمام سان داونز، وسيبدأ سريع الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب في الجولة السادسة من دوري نايل والمحدد لها السبت المقبل. كولر سيتحدث مع اللاعبين عن ضرورة نسيان الخروج من الدوري الأفريقي والتركيز بقوة من أجل الفوز على المقاولون العرب ومصالحة الجماهير الحمراء. وما زلنا مع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي اللي استقر مع جهازه المعاون على منح فرصه المشاركه للاعبين البدلاء اللي غابوا خلال المباريات اللي فاتت. كولر شايف ان الاعتماد على بعض العناصر بشكل اساسي وكامل خلال الفتره اللي فاتت تسبب في ارهاقهم وهو ما نتج عنه هبوط المعدل البدني عند بعض اللاعبين. كمان كولر شايف ان كثره الاصابات وابتعاد بعض اللاعبين الاساسيين عن مستواهم كان السبب الرئيسي في الاعتماد على مجموعه من العناصر بشكل كامل. واستقر على أن يمنح الفرصة لبعض البدلاء شريطة أن يثبتوا قدراتهم في التدريبات. ما زلنا مع مارسيل كولر، حيث قام بعض الجهاز الفني لتقديم له تقرير عن حالة الثلاثي عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد ومدى تقدمهم واستجابتهم للبرنامج التأهيلي الذي يخضعون له على مدار الفترة الماضية للتعافي من الإصابة. ومن المقرر أن يقوم الجهاز الطبي بتسليم كولر خلال الساعات المقبلة تقرير طبي عن حالة الثلاثي ومدى جاهزيتهم للمشاركة والبدء في التدريبات الجماعية بشكل كامل. وكان السولية يعاني من مزق في العضلة الخلفية ومحمود متولي من شد في العضلة الأمامية، أما كريم فؤاد فبيتم تأهيله من إصابته بمزق في العضلة الضمة. يجري اليوم المغربي رضا سليم لاعب الاهلي لجراحه تثبيت عظمه الترقوه بعد الكسر الذي تعرض له امس خلال مشاركته مع الفريق امام سان داونز بنصف نهائي الدوري الافريقي. وبالتالي غياب رضا سليم سيمتد لحوالي 3 أشهر حتى يتعافى من الاصابه. بعد العمليه التي سيقوم بها سيغيب عن تدعيم الاهلي خلال مباراه الدوري وكذلك كاس العالم للانديه والتي ستقام في شهر ديسمبر المقبل بالمملكه العربيه السعوديه. وكانت الأشعة المقطعية التي خضع لها رضا سليم أكدت تعرضه للكسر في عظمة الترقوة في 3 أجزاء، حيث سيقوم إجراء عملية جراحية اليوم ثم يبدأ في برنامجه التالي. ألف سلامة على رضا، إن شاء الله يرجع بأسرع وقت.